كمل النهارده الكلام على الهايدريتد سيست. بنقول ايه هو بقى اعراض داء الاكياس المائيه العداري او اعراض الاصابه بالهايدريتد سيست. ذكرنا سابقا الاكياس المائيه العداريه قد تستقر لفتره طويله داخل الجسم دون ظهور اي اعراض، زي ما قلنا ان فتره الحضانه ممكن تمتد من 5 إلى 15 سنة، وعاده ما يكون الكبد هو العضو الذي تتواجد فيه هذه الاكياس مع احتماليه انتقال على اعضاء اخرى، زي ما قلنا رئتين، الدماغ، الكلى، ممكن تبقى تحت الجلد. وبكثير من الحالات بيتم اكتشاف الاصابه عن طريق الصدفه بعد اجراء فحوصات شعاعيه لسبب اخر. يعني احيانا الموضوع بيظهر بطريقه صدفه، لكن في حال ظهور اعراض طبيه معينه فهذه الاعراض بتكون غير واضحه لمرض معين، مثل مثلا يعني الحقيقه في اعراض زي ما بنقول بتتداخل مع اعراض امراض اخرى، زي مثلا شعور الم واضطراب في البطن، ممكن يكون اي مرض تاني بيعمل كده، فقدان الوزن الذي لا مبرر لحدوثه، اصابه باسهال، حدوث انتفاخ في البطن المريض على اصابه بفقر الدم، الشعور بالضعف والتعب، السعال الذي قد يرافقه الدم او سوائل اخرى الناتجه عن انفجار الاكياس العداريه، الاصابه باليرقان او اصفرار الجسم الناتج عن الضغط اللي بيشكله تضخم الاكياس العداريه على قنوات الصفراويه في الكبد والانسجه. مع السلامه.